بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بيكم مع محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. نكمل النهاردة كلامنا عن البول، وهنتكلم النهاردة عن جزئيتين مهمين. جزئية أولانية هي البون جروث إن لينس أو الإبيفيزيال بليل. الجزئية الثانية هي البون فراكشر أند بون ريبير. الإبيفيزيال بليل، إيه هو الإبيفيزيال بليل؟ دي ريمننت of the cartridge اللي كنت بستخدمه في عملية الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. لو احنا فاكرين الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، هنلاقي ان كان ليه 3 اهداف. الهدف الاولاني هو تكوين الكومباكت بون، الهدف الثاني هو اللارج بون مارو كافيتي، الهدف الثالث كان الابقاء على حاجتين، الارتيكولار كارتريج عشان استخدمه في السينوبيال جوينت، والحاجة التانية هي الإبيفيزيال بليت علشان أكبر منه بعد ما اتولد. دي كانت الأهداف الرئيسية للإندوكوندرال أوسيفيكيشن. فلو أنا بتفرج على هذا الهيومرس وأشوف الأناتومي بتاعه، هو ليه بيتكون من إيه؟ بيتكون من بروكسيمال إند وديستال إند، أو بروكسيمال إبيفيسيس وديستال إبيفيسيس. البروكسيمال إبيفيسيس زي ما إحنا شايفين عليه الأرتيكولار كارتريج، وبرده الديستال إبيفيسيس عليه الأرتيكولار كارتريج. هنا هلاقي الابيفيزيال بليت اللي بيفصل للابيفيسز عن الديافيسز، يبقى انا عندي 2 ابيفيزيال بليت بيفصلوا لي الانس عن الديافيسز. الهيومرس ده طوله كام سنتي؟ طوله 21 سنتي. لو نشوف الاستراكشر بتاعه شويه، نقرب منه شويه، هنلاقيه بيتكون من سبونج بون. انا صحيح مش شايفه، لكن جوه الديافيسز ده في الاند بتاعته موجود السبونج بون. هو بيتكون من كومباكت بون، في جواه البون مارو كافيتي ومليان باليلو بون مارو. متغطي بايه؟ متغطي بكوين لاير من الهيلاين كارتريج، بسميها الابيفيزيال كارتريج او الابيفيزيال بليت. لو اشوف الهيستولوجي بتاعها تحت الميكروسكوب، الاقيها عباره عن مجموعه من الميتوتيكالي اكتف كوندروسايت. يعني ايه ميتوتيكالي اكتف كوندروسايت؟ يعني كوندروسايت عندها قدره او قابليه كبيرة للسيل ديفيجن. دي معنى كلمة ميتوتيكال اكتف. ده اتجاه الجروث. يعني ايه اتجاه الجروث؟ يعني الهيومرس ده لما يجي يكبر هيكبر كده، ولما يجي يكبر هيكبر كده في الاتجاهين دول. يعني الارتيكولار كارتريج او الابيفيسز بيروح بعيد عن الديافيسز، اواي فروم ذا ديافيسز. ده معنى كلمة دايركشن اوف جروث. ارى الدايركشن اوف جروث شفناه، ايه اللي حصل؟ ان الهيومرس عندي طول. طول ليه؟ لان الخلايا بتاعتي اللي اسمها الكوندروسايت حصل فيها انترستيشيال جروث. هذا الانترستيشيال جروث استجابه لمين؟ استجابه للانديان هيدج هوج. والانديان هيدج هوج ده عباره عن خلايا الكوندروسايت بتفرزه، وطبعا هو اسمه انديان هيدج هوج لان هم اول لما شافوه في الانديان هيدج هوج اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كمان في عندنا الانسولين لايت فاكتور، وده بيتفرز بالليفر استجابه للجروث هرمون. يبقى الجروث هرمون ما اشتغلش دايركتلي على الكوندروسايت وخلاها تنقسم علشان يطول لي الهيومرس، لا راح للليفر قال له صنع لي الانسولين لايت فاكتور تايب 1. الانسولين لايت فاكتور تايب 1 ده ليه ريسبتور على الميتوتيكالي اكتف كوندروسايت، فهيخليها تنقسم. يبقى انا عندي حاجتين رئيسيين بيشتغلوا على الكوندروسايت يخلوها تنقسم، يحصل لها بروليفريشن فيكبر لي الهيومرس. المنطقه الجديده دي انا بسميها زون اوف بروليفريشن، وهي اللي فيها القدره الكبيره على الانقسام. يعني ايه؟ يعني النهارده لما احب اكبر تاني، الخلايا الموجوده هنا هتبدا تنقسم. بس لاحظ معايا ان دايما في الزون اوف بروليفريشن السيلز بتاعتي منتظمه في الصفوف. ليه منتظمه في الصفوف؟ لان الصف ده بيطلع من خليه واحده. فاكرين في الكارتريج لما كنا بنقول ايزوجينيوس جروب على السيل نست؟ دي بالظبط بتمثل سيل نست، يعني طالعه من خليه واحده. عشان كده دايما الاقيها في السكشن بتاعي تحت الميكروسكوب، السيلز دي منتظمه في صفوف. عرفنا سر الصفوف. لكن على اي حال في الزون اوف بروليفريشن بيبقى عندي سيلز كتيره وماتريكس كتير. لكن السيلز اللي كانت بروليفريتد امبارح النهارده هتبقى ماتيور، يعني هتكبر في الحجم وتخزن جلايكوجين وتبدا تفرز
الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور اللي هيعمل لي حاجتين. هذا السيتوكاين هيعمل لي حاجتين، هيزود لي البلاد كابيلر، الحاجه الثانيه هيستدعي لي الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. ده واضح ان احنا داخلين على حكايه ثانيه لكن لسه معالمها ما بانتش. هتبان امتى؟ هو النهارده لما احب اطول تاني هيحصل بروليفريشن جديد. الخلايا اللي كانت بروليفريتد امبارح هيحصل لها ايه النهارده؟ اكيد هيحصل لها ماتيوريشن. طب والخلايا اللي كانت ماتيور امبارح هيحصل لها ايه النهارده؟ هيحصل لها كالسيفيكيشن. لما يحصل كالسيفيكيشن الخلايا اللي جوه دي اللي اسمها الكوندروسايت او الماتيور كوندروسايت واللي مخزنه جلايكوجين هيبدا يحصل لها ابوبتوزيس ديجنريشن، يعني ديث. لما يحصل لها ديث هيتبقى عندي فراغات. اللي انا شايفه قدامي ده جوه ده، ده مش سيلز، دي فراغات نتيجه موت الخلايا اللي اسمها الكوندروسايت. مين اللي موتها؟ ان الماتريكس بتاعتها بقت كالسيفايد. ايه اللي خلى الماتريكس بتاعتها كالسيفايد؟ ان لما حصل جروث الماتريكس بتاعتها قلت، غير ان الخلايا اصلا عندها استعداد للابوبتوزيس. يبقى كل ده هيديني فراغات صغيره جوه الكالسيفايد كارتريج ماتريكس. هذه الفراغات الصغيره هتتجمع مع بعضها وتديني فراغ. النهارده عايزين يحصل كروس بروليفريشن جديد. البروليفريتد امبارح هيحصل لها ايه النهارده؟ هيحصل لها ماتيوريشن. واللي كانت ماتيور هيحصل لها ايه النهارده؟ هيحصل لها كالسيفيكيشن. طب اللي كانت كالسيفايد امبارح هتبدا بقى تستدعي الاوستيوبلاست والاوستيوجينيك سيل والاوستيوكلاست علشان نبدا عمليه الاوسيفيكيشن. يبقى هنسمي الزون الجديده دي ايه؟ زون اوف اوسيفيكيشن. اللي فيها هتبدا ماتريكس اوف ذا كارتريج هيحصل لها ديجنريشن ويبدا تكون لي كافيتس كبيره هتستدعي الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. اوستيوبلاست تقول الاوستيوكلاست عندك وجبه شهيه من الكالسيفايد كارتريج، تقوم ترد عليها الاوستيوكلاست تقول لها انا ما بحبش الكالسيفايد كارتريج. تقوم الاوستيوبلاست تعمل ايه؟ تعمل لها لاير من الاوستويد تيشو على هذا الكالسيفايد كارتريج، وبعدين تبدا ترسب على الاوستويد تيشو كالسيوم فيبقى اسمه كالسيفايد بون، والكومبلكس يبقى اسمه ايه؟ اسمه كالسيفايد كارتريج كالسيفايد بون كومبلكس. فاكرينه لما كنا بنتكلم في الاندوكوندرال اوسيفيكيشن؟ طبعا واضح عندي في الصوره بتاعتي ان البريوستيوم بتاعي بدا يتكون ويكبر في المنطقه دي علشان نبدا نكون البون. البون اللي هيتكون في الاول بعد الفراغ ده ما يكبر هيبقى عباره عن سبونجي بون، شيء طبيعي. البلاد كابيلرز عندي زي ما انت شايف راندوملي ديستريبيوتد، فالبون اللي هيتكون عليها هيبقى ايه؟ هيبقى سبونج بون. لكن لو انا شفتها في الصوره كويس هلاقي فيه ريمننس من الكالسيفايد كارتريج لسه موجوده، مفيش فيها مشكله. هتيجي الاوستيوبلاست تبدا ترسب حواليها كالسيفايد بون، والاوستيوكلاست تيجي تخلصني منه ويبقى كل اللي جوه عباره عن سبونج بون. لكن مع الوقت هتيجي الاوستيوكلاست تاكل السبونج بون اللي موجود في البريفري ويستبدل بايه؟ نبص كده مع بعض. استبدل بايه؟ ببرايمري كومباكت بون. بياخد نفس السيكنس بتاع الديافيسس. يبقى اذا انا دلوقتي لاول مره الديافيسس طول معايا طول حقيقي. طول منين؟ من الزون اوف اوسيفيكيشن. اللي جايه منين؟ اللي جايه من الزون اوف كالسيفيكيشن لما كانت ماتيور، وجايه من الزون اوف بروليفريشن. يبقى اذا لو انا الاحظ ان البون بتاعي طول، الديافيسس بتاعي طول، وبعدين هيتكون عندي السبونج بون بقى شبه المنطقه القديمه بالظبط. طيب ده هيكبر لي البون مارو كافيتي. طبعا زي ما احنا شايفين البون مارو كافيتي بتاعي بدا يكبر، اللي هيتملي برضه باليلو بون مارو. يبقى انا قدرت او نجحت ان انا اكون هنا منطقه جديده من الكومباكت بون والسبونج بون. السيكنس بتاعها هو نفس السيكنس بتاع الديافيسس. طب لو حبيت اكبر تاني هيبقى في زون جديده؟ لا طبعا، الاربعه زونز دول هيكونوا زون اوف اوسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني هيحصل اهو كبرنا اهو،
يبقى هيحصل بروليفريشن، واللي كانت بروليفريتري امبارح حصل لها ماتيوريشن، واللي كانت ماتيور حصل لها كالسيفيكيشن، واللي كانت كالسيفاير حصل لها اوسيفيكيشن. اللي هتنتهي بايه؟ هتنتهي بسبونج بون، وبعدين السبونج بون يتشال ويجي بدل السبونج بون زي ما احنا شايفين كده برايمري كومباكت بون. طبعا شايفين البون مارو عندنا بدا يشتغل، علشان نبدا مره تاني بروليفريشن، واللي كانت بروليفريتري امبارح يحصل لها ماتيوريشن، واللي كانت ماتيور يحصل لها كالسيفيكيشن، واللي كانت كالسيفايد يحصل لها اوسيفيكيشن. يبقى انا النهارده اضفت كم منطقه للدايفيسز؟ اثنين، وهكذا كل يوم كل يوم ابدا اطول شويه، كل العظمايه عندي تبدا تطول شويه، يبقى البيبي عندي كل يوم بيكبر. مين اللي كبره؟ الابيفيزيال بليت. هو فين الابيفيزيال بليت؟ ما هم دول 1 2 3 4 5 زونز بتوع الابيفيزيال بليت، اللي هم 1 2 3 4 5 زونز دول، بس مبقاش كبير كده، هو مايكروسكوبيك استراكشر، يعني ما اقدرش اشوفه غير تحت الميكروسكوب بالاشعه، ويبان خط ضعيف جدا بسميه ابيفيزيال لاين بعد الماتيوريشن. يبقى لو انا اشوف تحت الميكروسكوب ليه بالشكل ده؟ ريستنج كارتريج زون اوف بروليفريشن، شايف السيلز عندي مترصصه في الصفوف ازاي، وبعدين دي الماتيوريشن، واضح ان بدا يحصل هنا الكالسيفيكيشن لان السيلز عندي بدات تموت وتسيب لي فراغات، وبعدين نبدا هنا بقى في مرحله الاوسيفيكيشن. اوضح حاجه في الاوسيفيكيشن هو الكالسيفايد كارتريج، كالسيفايد بون كومبلكس. يبقى لو ابص على الصوره مره ثانيه واكبرها، ده فعلا الريستنج كارتريج، دي الزون اوف بروليفريشن، دي ماتيوريشن، دي كالسيفيكيشن، وده الاوسيفيكيشن اللي بيبقى في النهايه بيتكون في شكل اسبونجي بون. دي الصورتين مع بعض. دي الصوره اللي موجوده في معظم التكست، اللي هي زون اوف ريستنج كارتريج، زون اوف بروليفريشن، زون اوف كالسيفيكيشن، والاوسيفيكيشن اللي اضفناها للدايفيسز، اللي احنا اضفناها هنا لايه؟ للدايفيسز. ده اتجاه الدايركشن اوف ذا لينس، وطبعا لو انا بتكلم عن الديستال هيبقى في عكس الاتجاه. طبعا لاحظ معايا الكالسيفايد كارتريج ريبليسد باي بون، في المنطقه دي الكالسيفايد كارتريج ريبليسد، ده الكالسيفايد كارتريج ريبليسد باي بون، باي بون، في عمليه بنسميها اوسيفيكيشن. يبقى الريستنج كارتريج مش واضح عندي، لكن الزون اوف بروليفريشن اللي فيه السيلز منتظمه في الصوف، لان كل صف بيطلع من خليه واحده بسميها ايزوجينيس جروب. دي الزون اوف ماتيوريشن اللي فيه الجلايكوجين جرانيولز موجوده جوه، ودي الزون اوف كالسيفيكيشن اللي السيلز فيه بدا يحصل لها ديجنريشن، ودي عمليه الاوسيفيكيشن. نفس الكلام، بس لاحظ معايا هنا الساندويتش اللي دايما احب احكي عنه، ان الكالسيفايد كارتريج سراوندد باي كالسيفايد. تعالوا بقى نشوف التكست بتاعنا ماشي مع اللي احنا قلناه، لما نطبعه كده ويبقى في ايدنا واحنا بنسمع المحاضره من الاول، هل ماشي معانا ولا في كلام غريب؟ الزون اوف ريستنج كارتريج كوندروسايت مايتوتيكالي اكتف راندوم ديستريبيوت، مش في الصفوف، لكن الزون اوف بروليفريشن بتبقى في كولمز او روز. دي الصوره بتاعتنا اللي هي ده ريستنج كارتريج، ودي السيلز بتاعتي بدات تنتظم في الصفوف لان ايزوجينيس جروبس. في الزون اوف ماتيوريشن الخلايا هيحصل لها هايبرتروفي او اكيوموليت الجلايكوجين، الانلارجمنت على حساب الماتريكس، هتبدا تفرز الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، عباره عن سيتوكاين بيعمل حاجتين، بيشجع انفيجن اوف بلاد فيزلز، وبعدين سبيشاليزد ماكروفاج بريكرسر اللي هي الاوستيوكلاست. دي الزون اوف هايبرتروفي. الزون اوف كالسيفيكيشن اللي السيلز فيها هيحصل لها ابوبتوزيس، وبعدين تتكون اللاكوني، واللاكوني تتجمع مع بعضها وتديني فراغ كبير، هيحصل له ايه؟ كالسيفيكيشن. الزون اوف اوسيفيكيشن الاوستيوبروجينيتور سيل اللي موجوده في البريوستيوم هتتحول الى اوستيوبلاست، اوستيوبلاست هتطلع الاوستيو سبستنس اللي هيحصل لها كالسيفيكيشن، وتديني الكالسيفايد كارتريج، كالسيفايد بون كومبلكس اللي هيتاكل بالاوستيوبلاست، ويديني فراغ كبير يجي مكانه السبونج بون، والسبونج بون مع الوقت هيتاكل ويتحول الى برايمري كومباكت بون، وبعدين البرايمري كومباكت بون يتحول الى سكندري كومباكت. ملحوظات: النيو كارتريج بوشز الابيفيسز اواي فروم ديفيسز، ودي قلناها وشرحناها واحنا بنتكلم. اللينسنج الحقيقي يساوي الزون اوف بروليفريشن، يعني لو الزون اوف بروليفريشن كبيره يبقى اللينس بتاعي طويل، لو الزون اوف بروليفريشن صغيره يبقى الشخص بتاعي يبقى قصير. اللي بيحدد الطول بتاعي هو ايه؟ هو الزون اوف بروليفريشن. السيكنس اوف الفيزيال بليت ثابت ليه؟ لان الزون اوف بروليفريشن بتساوي الزون اوف اوسيفيكيشن، يعني اللي بضيفه قد اللي بحذفه، اللي بضيفه
للإبفيزيال بليت قد اللي بضيفه للديافيسس، وبالتالي اللي بضيفه للديافيسس انا بحذفه من الإبفيزيال بليت، يبقى زون اوف اوسيفيكيشن بتساوي زون اوف بروليفريشن، وبالتالي السيكنس بتاع الإبفيزيال بليت عندي ما بيتغيرش. البون مارو كافيتي بيكبر لما الاوستيوكلاست بتاكل الاولد فورمت سبونجي بون علشان تضيف مساحه كبيره للبون مارو كافيتي. عايز اقول لكم كمان من ضمن الملاحظات ان بون جروث بيبقى بروبورشن، يعني انا النهارده بتكلم عن زياده في اللينس، بس ما انساش ان في زياده في السيكنس بتاع البون، كمان ما انساش ان في تغيير في شكل العظمايه حسب الاكتيفيتي بتاع الشخص. يعني ايه؟ كلمتكم قبل كده عن جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر ومش عارف ايه في الاناتومي، والريج فين والكريست فين وديبريشن فين، ده بيتكون مع الاكتيفيتي طبعا. ده طبعا كل ده ريمودلنج بيحصل نتيجه الاكتيفيتي، ما انساش ابدا الحكايه دي. نبص كده اهي العظمية بتاعتي، هيحصل اكستيرنال انترنال واكستيرنال ريمودلنج عشان احافظ على شكل العظمية حسب الاكتيفيتي بتاعي. طيب عند ال 20 سنة هيحصل كلوجر للإبيفيز. يعني ايه كلوجر للإبيفيز؟ يعني السبونج بون بتاع الإبيفيز هيبقى كونتينوس مع السبونج بون بتاع الديافيز او الميتافيز. ده معناه ان ما عادش هنا إبيفيزيال كارتج، لكن لسه في هنا إبيفيزيال كارتج، يعني ما حصلش هنا كلوجر. يبقى دي مش عند ال 20 سنة ولا حاجة، ده قبل ال 20 سنة اكيد. البون فراكشر اند ريبير، لو انا اتكلم عن البون فراكشر اند ريبير عايزين نعرف البون فراكشر ده ديسكونتينيوتي اوف بريوستي. يعني اي ديسكونتينيوتي اوف بريوستيم هسميه بون فراكشر. مع ديسبليسمنت ممكن، مفيش مع ديسبليسمنت للبون ممكن. البون ريبير افتر فراكشر عندي حاجه من اتنين، يا اما يبقى برايمري يا اما يبقى سكندري. برايمري يعني دايركت بون هيلينج، والسكندري هو الاندايركت بون هيلينج. في الدايركت بون هيلينج ده الفراكشر، في الدايركت بون هيلينج انا هلجأ الانترنال فيكسيشن، هعمل عمليه جراحيه وادخل على العظمتين واجيبهم جنب بعض والزقهم جنب بعض، واستخدم الشنيور والمسامير والزقهم الاثنين في بعض زي ما يكونوا في الاصل بالظبط، علشان ادي فرصه للاوستيوكلاست تروح تاكل حته من الناحيه دي وحته من الناحيه دي، تفتح لي كانال ما بين الاثنين، تيجي الاوستيوبلاست تقوم داخله عامله لي شويه لاميلي جوه الهافيرجن سيستمز القديمه وكان شيئا لم يكن، ويبقى انا كده خلصت عملت البون ريبير في اقصر وقت وضمنت السلام. يبقى دي بسميها ايه؟ بسميها دايركت بون هيلينج او برايمري بون هيلينج، لكن بيلزمني في عمليه اقرب فيها اعمل ابروكسيميشن للتو اندز بتوع الفراكشر بون، واحاول بقدر المستطاع اعمل الاينمنت بحيث اضمن ان الهافيرجن سيستمز تبقى قصاد بعضها. في الحاله دي خلاص انا هلجأ لعملية بسيطة قوي في البونيل. لكن لو اعتمدت على الاكسترنال فيكسيشن زي استخدمت الجبس استخدمت الاكسترنال اي طريقة من طرق الاكسترنال فيكسيشن، فالبون بتاعي هيلجأ للسكندري بون هيلينج. علشان نعرف خطوات السكندري بون هيلينج تعال نشوف ايه اللي هيحصل في البون فراكشر والبون هيلينج. اول ما يحصل فراكشر زي ما احنا شايفين هيحصل هيماتوما. هيماتوما يعني اكسترافيزيشن اوف ذا بلاد، يعني البلاد طلع بره، البلاد كابيلرز هيتجمع علشان نسميه احنا ايه؟ نسميه هيماتوما. يبقى ده بلاد كلوت موجوده بره البلاد كابيلرز او البلاد فيزلز. ليه؟ لان البون بتاعي هايلي فاسكولار اوريجن. بعد شويه هيحصل ايه؟ هيحصل ان الليوكوسايتس تحاول تخلصني من هذه البلاد كلوت، هتاكل النان فايبل سبستنسز، بقايا ار بي سيز، بقايا بليتلس، بقايا خلايا ميته، اي حاجه موجوده في المكان هتخلصني منه اللوكوسايت. في نفس الوقت في خلايا اسمها الاندفرنشيت الميزنتيمال سيل هتتحول الى فايبروبلاست. هذه الفايبروبلاست هتبدا تصنع لي كولاجين فايبر، فيتكون عندي ستراكشر جديد اسمه ايه؟ اسمه جرانيوليشن تيشو. دي كلمه جرانيوليشن تيشو. هذا الجرانيوليشن تيشو مع الوقت يتحول الى كارتريج. لما يتحول الى كارتريج نلاقيه من نوع الفايبرو كارتريج. يبقى اذا الاندفرنشيتد ميزنكامل سيل اتحولت الى كوندروبلاست، هذه الكوندروسايت هتبدا تصنع لي الكارتريج، وبالتالي يبقى عندي فايبرو كارتريج. هذا الفايبرو كارتريج بسميه انا سوفت كالاس، يعني صمغ بيربط لي العظميتين المكسورين ببعض. بسميه ايه؟ بسميه سوفت كالاس. هذا السوفت كالاس شويه صغيرين
ويتحول الى هارد كالس. امتى يتحول الى هارد كالس؟ لما الفايبرو كارتليج يبدا يتحول لسبونج بون. ايه اللي هيخليه يتحول لسبونج بون؟ لو مش انا عندي بريوستيا، هذا البريوستيا في اوستيوبروجينيتور سيل وفي اوستيوبلاست وفي بلاد كابيلاريز، زي ما احنا شايفين البلاد كابيلاريز هيبدا يحصل لها مالتيبليكيشن وتكبر ويبقى فيه هايبرسكولاريتي. لما يبقى فيه هايبرسكولاريتي يبقى فيه اوستيوجينيك سيل كتيره، هذه الاوستروجين سيل تبدا ترسب لي الاوستويد سبستانس وعليها الكالسيوم بالالكالين فوسفاتيز انزيم. يبقى عندي دلوقتي ايه؟ سبونج بون. السبونج بون هسميه هارد كالس. هسميه ايه؟ هارد كالس. يبقى اذا انا عندي دلوقتي جزئيتين موجودين، السوفت كالس وحواليه الهارد كالس. يبقى لسه مش الهارد كالس كامله، لكن بعد شويه كله هيبقى هارد كالس. بعد ما يبقى هارد كالس هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ريمودلينج. ايه الريمودلينج؟ يعني اعمل كاناليزيشن، ري كاناليزيشن للبون مارو كافيتي، وبعدين استبدل السبونج بون ببرايمري كومباكت بون، وبعد شويه استبدل البرايمري كومباكت بون بايه؟ بسكندري كومباكت بون. استبدله بايه بسكندري عشان ارجع للوضع الاصلي. يبقى إذن ايه الستيبس بتاعت الاندايركت بون هيلينج؟ رقم واحد رياكتيف ستيج اللي هيحصل فيه هيماتوم، رقم اتنين جرانيوليشن تيش، رقم ثلاثة كونت السوفت كالس. خلي بالك الثلاثة دول سوفت. نبدأ في الهارد. بوني هارد كالس على طريقة الانترمبرينس اوسيفيكيشن هيعمل لي سبونج بون اللي هينتهي بووي بون، ومع الايام هيتحول لايه؟ لسكندري بون. لو بنتكلم عن الرياكتيف ستيج، خلاص ما احنا عارفين ان في بلاد كلوت. هذه البلاد كلوت فيها بلاد بيزلز، البلاد بيزلز فيها لوكوسايت، هذه اللوكوسايت هتعمل هتريموف النون فايبل ماتيريال وتيجي الفايبر بلاست عشان تحاول تصنع لي الكولاجين فايبر. دي الهيماتوما ودي البلاد بيزلز اللي ريليتد للهيماتوما. لما تيجي الفايبروبلاست وتشتغل هيتحول الى جرانيوليشن تيشو. هذه الجرانيوليشن تيشو موجود فيها الانديفرنشيتد ميزينكايمال سيل اللي هتاكد لي كمان تصنيع الكارتليج بعد كده. لما الجرانيوليشن تيشو يتحول ترانسفورم، خلي بالك من التعبير، لفايبر كارتليج هسميه سوفت كالس، لكن الجرانيوليشن تيشو ما هوش هو السوفت كالس. امال مين السوفت كالس؟ الفايبرو كارتج اللي بيتكون من فايبرس كونكتيف تيشو ومعاه الكارتج ده بسميه فايبرو كارتج. فايدته ايه؟ ده بقى اللي بيعمل لي ستابلايزيشن للفراكشر. بيعمل لي ايه؟ ستابلايزيشن. بس اوعى تشيل الجبس في المرحله دي. ليه؟ لان ما هواش هو ده الكالس اللي انا بدور عليه، انا بدور ده السوفت كالس. طبعا انت شايف ان في هنا نيو بلاد فيزل، ده معناه ان انا داخل على بون فورميشن. طالما في نيو بلاد بيزل وحصل هاي فاسكولاريتي يبقى انا داخل على البون فورميشن اهو اللي هو البوني كالاس. الهاي فاسكولاريتي هتخلي الاوستيوبروجينيتورز اللي في البري اوستيوم يحصل لها ديفيجن. خلي بالك الاوستيوبروجينيتورز اللي بيحصل لها ديفيجن مش الاوستيوبلاست، وتديني في الاخر اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هتبدا تتكون الاوستيوبلاست تيش اللي هيحصل له كالسيفيكيشن ويتحول الى ايه؟ الى سبونجي بون اللي هنسميه هارد كالس. يبقى ده السبونج بون وده الايه؟ الهارد كالس. يبقى بوني كالس فورميشن وده عباره عن ايه؟ بوني كالس اوف سبونج بون. ده السبونج بون اللي لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هيستبدل بايه؟ بوبي بون. والوبي بون هيستبدل بايه؟ هيحصل له ريمودلنج ويتحول الى سكندري بون، بس ده بياخد وقت طويل. طبعا لما اقول هارد كالس ونهايه الهارد كالس يعني انا ممكن اشيل الجبس. علشان كده تعال نشوف الستيجز مرة تانية، مش هنقولها لكن نقدر نراجعها مع بعض. خلي بالك العملية كلها بتاخد لها حوالي 12 أسبوع على 4، يعني تقريبا 3 شهور. الانفلاماتوري بروسيس اللي هي الأسبوع الأولاني ده اللي بيبقى فيه الألم فظيع وفيه سويلينج ومش مستحمل، ولما أحط عليه الجبس وبعد أسبوع ألاقي الجبس بتاعي هوى. ليه هوى؟ عشان السويلينج اختفى، بدأ يختفي. لما السولنج بدا يختفي لازم اشيل الجبس واعمل جبس مره ثانيه فيت، عشان كل ما بعمل فيتنس في الجبس بتاعي يبقى انا بخلي البون بتاعي لايبل قوي ان يسرع عمليه الريبي. السوفت كلاس بياخد 3 اسابيع، طبعا الحركه فيها ممنوع تماما. الهارد كلاس بياخد حوالي 4 شهور.
ايه اللي بعدها ممكن افك الجبس. البون ريمودلينج ده طبعا اللي بيجي لك المريض دايما يشتكي من الم بعد الجبس ده ما تقلقش منه، لان في الغالب لسه ما حصلش كومبليت ريمودلينج ولسه الماسلز بتخبط في البون وهي ماشيه. احنا طبعا اتكلمنا عن الافيزيال بليت، هنرجع مره ثانيه للافيزيال بليت ونشوف الهرمونز اللي ممكن تاثر على الافيزيال بليت. طبعا البرس هرمون هرمون والكالسيتونين والجروس هرمون والانسولين والكورتيزون والثايروكسين والانسولين لاي فاكتور، كل ده بيأثر على الافيزيال بليت. لو الجروس هرمون زاد مني في التشايلد هود هيؤدي الى الجينتيزم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الافيزيال بليت هيحصل له بروليفريشن بالجامد، كل الانفيزيال بليتس اللي في جسمي هيحصل لها بروليفريشن بالجامد، فهتؤدي في النهايه الى شخص جاينت بالمنظر اللي احنا شايفينه. لكن لو حصل ان الجروس هرمون زاد مني افتر كلوجر اوف ذا ابيفيسز ما عادش هيعرف يتصرف مع اللونج والشورت بونز، فهيروح يلجا او يدور على البونز اللي ممكن يحصل فيها السيكنينج زي المندبل زي الهيد زي الهاند زي الفيت، فيعمل لها ثيكنينج المندبل والنوز والهاند والفيد والانترا ممبرينس بونز اوف ذا سكال. كل ده يحصل له ايه؟ هيحصل له ثيكنينج على طريقه الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن، لانه ما عادش هيعرف يتصرف في حكايه الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. العمليه دي بنسميها انكريز ذا اكتيفيتي اوف اوستيوبلاست، وبيبقى ده منظر الاكروميجاليك. على النقيض، لو قل الجروث هرمون بفور بيوبريتي هيؤدي الى بتويتري دورفيزم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب ما يتلخبطش معانا في الكونجينيتال هايبوثيروديزم اللي يديني شورت ستيتشر برضه، لكن بيبقى في فرق كبير في الكلينيكال ما بين الاثنين. السكيليتال ماتوريشن ده بيعتمد على الجونادال هرمونز في الميل وفي الفيميل. الجونادال هرمونز لو زادت قوي في التشايلد هود بتوصل رساله للإمفيزيال بليتس ان الشخص بتاعنا بقى ماتيور انف، فلو سمحتي اقفل. هيحصل ايه؟ بريكوكشياس بيبرتل، الشخص بتاعه صغير لان الإمفيزيال بليتس قفلت قبل الميعاد الحقيقي. بس ده رساله خاطئه جايه منين؟ من الجونادز، بتقول لها ان الشخص بتاعنا بقى ادلت. على العكس لو الرساله اتاخرت والشخص بتاعنا بقى أضل، هيوصل رسالة للإنفيزيال بليتس إن الإنسان ده لسه مبقاش أضل، فيفضل يطول يطول يطول، وبالتالي بنسميها إيه؟ ريتاردد سيكشوال ماتوريشن، دونت كلوز أند سكيليتال جروث كونتينيوز. في عندي حاجة اسمها جروث فيلير، وده برضه في حق. كل ده بيأثر على الإنفيزيال بليت، عشان بس نعرف لما بناخد حاجة بيبقى الأهمية بتاعتها إيه. اللي ممكن يعمل لي جروث فيلير الايه؟ كوندروبليزيا او الهايبوبيتويتاريزم اللي لسه متكلمين عنه من شويه بتاع الدورفيزم، او ممكن يكون الجروث هرمون سكريشن طبيعي لكن الريسبتورز بتاعته اللي موجوده في الافيزيال بليت ما هياش موجوده، بسميها جروث هرمون ريزيستنس. النونان سيندروم او البيدياتريك هايبوثايروديزم اللي لسه متكلمين عنه، او البرادرفيل سيندروم، او الشورت ستيتشر هو طبيعته كده، او اسباب الشورت ستيتشر زي الهايبو زي المال نوتريشن زي المال ابزوربشن سيندروم. يعني الشورت ستيتشر ليه اسباب تانية، ممكن اللي يتبحر في الموضوع او اللي يقرا كويس في الموضوع يعرف ان اسباب الشورت ستيتشر غير اسباب الجروس فيلير. في طبعا الشوكس جين ميوتيشن، السيلفر راسل سيندروم، ودي برضو ديليجن مايكرو ديليجن، سكليتال ديسبليزيا والتيرنر سندروم، كل دي عباره عن كونجينيتال انوماليز نتيجه الكروموسوم الابيريجن، وموجوده حتى في محاضرات الجينيتك لو نرجع لها نلاقي التفاصيل موجوده هناك. البون جرافتنج ده امتى اعمل بون جرافتنج؟ لو حته من البون عندي وقعت، وبالتالي مش هقدر اعمل كالس لان الكالس لازم يكون موجود اندو اوستي، شرط الكالس الموجود الايه؟ الاندو اوستي. طب انا شلت حته بون مفيش اندو اوستي مفيش بون كالس، وبالتالي مفيش بون ريبير، وبالتالي مفيش بوني يونيون، يبقى انت هتفضل تعمل جبس بس مفيش بوني يونيون. علشان كده ممكن نلجا للجرافت، اجيب حته بون من مين؟ من الشخص نفسه، ده احسن حاجه، او ممكن من شخص قريبه، او ممكن من انيمال تاني لو المسائل دي كلها لسه اندر انفستيجيشن. امتى اشوف واحد
ريليتد في الشغل او في البيت او في المكان اللي انا فيه، واطلب ولازم اطلب 1 2 3 اول اسعاف. طبعا انا بتكلم عن مصر. رقم واحد، لو العيان اللي حصل له فراكشر ده لو كان فيه هيفي بليدنج، لو اعمل جنتل بريشر او حركه بسيطه الاقي الالم فظيع، ده معناه ان في حاجه خطيره. لو حصل ديسبليسمنت بالشكل ده ادى الى ديفورميتي، لو العضمايه خرمت الجلد ده حاجه خطيره جدا. لو حصل سينوز ده معنى كده ان في بريشر في مكان ما. لو متوقعت ان الفراكشر بتاعي في الهيد او في النك او في الفرتبري، على طول ما فكرش في اي حاجه غير 1 2 3. فيرست ايد ميجر، رقم واحد اوعى تحرك العيان، اوعى تحرك المريض الا لو كان للضروره القصوى. رقم 2، وقف البليدنج باي شكل. رقم 3، حاول تثبت المكان المكسور بما لا يحرك العضميه من الثاني، يعني على ما هو عليه. رقم 4، حاول تدور على ايس بيك. ايس بيك دي مهمه جدا تو ريليف البين، لان البين في الغالب هو اللي هيبقى عامل المريض بتاعنا الشوك، ولذلك حاول برضه تعالج الشوك على قد ما تقدر. واسهل طريقه انك انت ترفع رجليه على كرسي على مخده على اي حاجه، بس بشرط طبعا ما يكونش رجليه هي الفراكشر. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن الابيفيزيال بليتو، عرفنا الابيفيزيال بليتو بتكون من 5 زونز: زون اوف ريستنج كارتريج، زون اوف بروليفريشن، زون اوف ماتوريشن، زون اوف كالسيفيكيشن، والزون اوف اوسيفيكيشن. والزون اوف اوسيفيكيشن هي اللي بتضيف البون الحقيقي للديافيسز علشان ترجع تاني تتكون تاني بكره وهكذا. خدنا البون فراكشر والبون ريبير، وعرفنا ان البون ريبير على طريقتين، يا اما برايمري يا اما سكندري. يا رب تكون المحاضره مفيده لحضراتكم، وان شاء الله نتقابل في محاضره جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.